لمزيد من التفاصيل حول الملف الفلسطيني ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية عبر الهاتف السيد عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. أهلا بكم سيد عبد الحميد. حياكم الله. مرحبا. بداية، كانت أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق إلى جانب عدد من الاتحادات والهيئات الإسلامية، أعلنتم جميعا دعم مسيرات العودة الكبرى في فلسطين المحتلة. ما مدى أهمية مثل هذا الإعلان في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها العلماء لنصرة قضايا الأمة، ولا سيما هذه القضية، قضية فلسطين التي هي قضيتنا المركزية، ولا سيما نحن في العراق الذين لم ننشغل بجراحنا وآلامنا عن هذه القضية. اليوم هنالك مسيرات كبرى في فلسطين. هذه المسيرة هي جزء من مقاومة هذا الشعب وجهاده الطويل وعدم رضوخه وتركه لسلاح المقاومة وانصياعه للاحتلال ولمشاريعه، ومن هنا تأتي هذه الحملة لدعم هذه المسيرات، أولا لتأكيد واجب العلماء في نصرتهم لقضايا الأمة ووقوف هؤلاء العلماء إلى جانب المستضعفين والمطالبين بحقوقهم، ومن جانب آخر لحث الناس جميعا على السير في هذا الطريق، طريق المقاومة وطريق دعم المقاومة في ذات الوقت. نعم. بالانتقال إلى أو بالحديث في هذا الصدد أيضا، شكل من أشكال المقاومة هي مسيرات العودة، والتي بإمكانها كما يرى العديد من المراقبين أن تحبط مشروع القرن الأمريكي وتصفية القضية الفلسطينية. كيف سيكون ذلك دكتور؟ يعني بالتأكيد الشعوب إذا أصرت على حقوقها فإن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى استجداء، وقد جرب الفلسطينيون أكثر من مرة أن إصرارهم على مثل هذه المواقف تؤتي أكلها. وقبل مدة قريبة كان هنالك مشروعا للكيان الصهيوني بما يسمى البوابات الإلكترونية حول المسجد الأقصى، ولكن بصمود الشعب الفلسطيني وممانعته وعدم رضوخه واستجابته لذلك المشروع وبقائه أياما طويلة ومع دعم آخر خارجي من قبل عموم العالم الإسلامي، استطاع الشعب الفلسطيني إفشال ذلك المشروع. واليوم باتت جميع أو يعني الغالبية العظمى من العالم يدرك أنه القرار هو يأتي بيد الشعوب، بعد أن يئست هذه الشعوب ولا سيما شعوبنا في المنطقة من الحكومات من الدعم الحقيقي لنصرة قضاياها. في هذا السياق وبالحديث عن شعوب المنطقة، شعوب المنطقة كلها تحمل كثير من الأسى وربما الإحباط، خاصة بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي. ما هي الآليات السياسية والشعبية أيضا للمحافظة على هذه الوتيرة العالية من المقاومة ومن الإصرار على الدفاع عن الحق من خلال مسيرات العودة، وحتى لا يحدث معها مثل ما حدث مع الربيع العربي؟ يعني شعوب المنطقة هي تدرك اليوم أن ما جرى ويجري في المنطقة جميعا هي جزء من هذا الصراع، وفي مقدمته هذا الصراع موضوع القدس وفلسطين، وكأن العدو أراد إشغال هذه المنطقة بهذه الآلام وهذه المآسي عن هذه قضيتهم المركزية. لذا يجب أن يدرك الجميع أن المعركة معركة واحدة والصراع واحد، وهنا لا ينشغل هؤلاء بهذه القضايا الجزئية ومآسيهم المحلية عن القضية المركزية، وأن يتعاون الجميع ويتكاتفوا في من أجل هذه المعركة وهذا الطريق. هذا أمر. الأمر الآخر هنا من جانب نصرتهم لأهلهم في فلسطين ودعمهم بما يمكن بأي وجه من أوجه الدعم، هم في ذات الوقت يستمدون من نضال من جهاد الشعب الفلسطيني واستمراريته وصموده طيلة هذه العقود الطويلة، يستمدون منه درسا بأن هذا الطريق لن ينحسم في يوم وليلة ولا سنة وسنتين،
فلا بد من المطاولة والمصابرة في سبيل تحقيق النصر، والنصر قادم بإذن الله تعالى إذا استمرت الشعوب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى وأخذت بالأسباب. هو استمرار الشعوب حتما يحتاج إلى مرجعيات معينة، يحتاج إلى قيادات، إلى علماء أيضا. ما هو دور علماء الأمة لدعم مسيرات العودة واستمرارها كذلك؟ للعلماء ولبقية قادة الفكر وأهل الرأي والحل والرشد كما يقال، هؤلاء لهم الدور الكبير، وحينما يوعون الناس ويحثونهم على هذا الطريق ويتقدمون صفوفهم. والعالم وعلماء الدين إذا سلكوا هذا الطريق وكانوا قدوة للمجتمع فإنهم سيكونوا أو سيقودون المجتمع إلى الطريق الصحيح. وهنا لا بد أن نحذر من أي رجل، أي شخص، أي جهة علمائية وغيرها من أنها تعطي الدنية في دينها وتكون نموذجا سيئا للمجتمع، ربما يخذل الناس أو يحاول أن يحيد بهم عن طريق الحق. لا بد للعلماء أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا بالأسباب وأن يقودوا المجتمع إلى ما يجب عليهم القيام به، ألا وهو المصابرة والمطاولة حتى يتحقق ما تصبو إليه هذه الشعوب. شكرا جزيلا لك، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، الدكتور عبد الحميد العاني.